أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس عن فرش 192 كيلو مترا بالأسفلت على الطرق الرئيسية منذ بداية العام الحالي حتى شهر يونيو الماضي. وقالت الوزيرة الفارس أنه قبل تطبيق حظر التجول تم فرش 28 كيلو مترا، مضيفة أنه منذ بدء خطة التطوير في شهر أبريل العام الماضي وحتى شهر يونيو الماضي تم فرش الأسفلت في 48 منطقة داخلية وبطول 431 كيلو مترا بعرض الطريق.